بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي أنا عاملة الفيديو ده هوت عشان هتكلم كده معاكم على 4 استخدامات بالنسبة للكرور وإزاي اللي أنت تستخدميه. أول حاجة حبايبي بالنسبة للغسالات اللي هي فيها درج خاص اللي أنت تضيفي فيه اللي هو الكرور، هتبدأي اللي انت بتحطي في الغسالة نص كوباية 100 مللي كده هو كرور، وبعد ده قبل ما تشغلي الغسالة. بعد كده بعد ما بتضيفي نص كوباية الكرور بتبدأي اللي انت بتحطي المسحوق بتاعك، وبعد كده بتبدأي اللي انت ايه بتشغليها. بالنسبة بقى حبايبي تاني حاجة معايا بالنسبة للغسالات اللي هي ما فيهاش درج خاص بالكرور، هتبدأي اللي انت بتملي الغسالة مية، بتسيبيها تملى مية، وبتبدأي اللي انت بتضيفي بقى في الغسالة نص كوباية كرور 100 مللي لكل 15 لتر مية، بتضيفي النص كوباية ده بعد الغسالة ما تملى ايه ما تملى مية. انت هتشوفي الغسالة عندك بتاخد كام رتل، وبتبدأي بعد كده اللي انت بقى بتشوفي اذا كنت هتحطي نص او اكتر او اقل من النص. بعد كده بتبدأي اللي انت بتحطي بقى المسحوق بتاعك، وبتشغلي الايه بتشغلي الغسالة، بتاخد الدورة بتاعتها يعني بالطريقة بقى ايه المعتادة لحد ما تخلص يعني البرنامج بتاعها وبس كده. دي كده تاني حاجة ايه معايا. تالت حاجة حبايبي بالنسبة بقى للغسيل اليدوي، الناس اللي هي بتغسل على ايديها يعني اللي هما بيحبوا، ومع انه ما فيش حد بيغسل على ايديه دلوقتي، بس ساعات في ناس بتغسل لو مثلا ايه في حتتين غسيل يعني مش ياما او كده، وعايزين يعني يعملوهم على ايديهم، في ناس بتحب تعمل كده. فانا هنقول لهم برضو على طريقة برضو للغسيل اليدوي. يعني بتبدأي اول حاجة بالنسبة بقى للملابس البيضة اللي بتجيبيها سواء فانلات او سليبات او كده، بتبدأي اللي انت بتجيبيها الاول وبتشطفيها بميه، بتنزلي منها التراب والوساخة اللي هي اللي فيها الاول، بعد كده بتعصريها، وبعد كده بتحطيها بقى في كروانه، وبتحطي عليها بقى كل 15 لتر ميه. يعني انت هتحطي بقى لو عندك كميه ملابس يعني هتضيفي مثلا ايه 15 لتر ميه، هتبداي تضيفي على ال 15 لتر ميه، هتبداي ان انت تحطي برضو ايه يبقى زي نظام الغساله بس ده يبقى يدوي. هتبداي ان انت تحطي نص كوبايه كرور واللي هو 100 مللي، وبعد كده اهو بتبدأي اللي انت بتحطي المسحوق بتاعك، وبتبدأي اللي انت بتسيبيهم منقوعين. يعني لو انت هتعملي مثلا هتغسليهم مثلا ناويه تغسليهم على ايديكي، ممكن تعملي الخطوه ديت من بالليل اللي انا بقولك عليها دي، انت تشوفي الملابس الاول بيضه من التراب، وبعد كده تنقعيها بقى في الميه 15 لتر، هتضيفي لهم نص كوبايه كرور، لان الكرور ده هو يعني حامي وبيدي مفعول جميل جدا. فهتبداي انت بقى تحطي الكرور والمسحوق وتسيبيهم بقى من بالليل للصبح، وبعد كده تغسليهم ايه الصبح، هيديكي نظافه جميله جدا. وبعد كده ممكن بقى وممكن تضيفي عليه كمان مع اضافه النقعه ديت، ممكن تضيفي نص كوبايه خل كمان تطهر الملابس، ممكن برضو تضيفي 2 معلقتين كبار كده من الزهره البيضه في خطوه النقع مع المسحوق. يبقى كده هتضيفي ايه، هتضيفي نص كوبايه كرور ونص كوبايه خل ومعلقتين كبار زهره بيضه، وبعد كده اهوت والمسحوق بتاعك اذا كنت هتحطي كوبايه مسحوق، يبقى كل المكونات اللي انا قلتها ديت هتديكي نظافه جباره فعلا، هتديكي نظافه جميله جدا، هتخلي الابيض بتاعك طالع مزهزه وزي الفل. وبعد كده بتبداي بقى الصبح بتغسليهم بقى، بتدعكيهم على ايديكي، وهيكون طبعا نزل كل اللي فيه، وبعد كده هتبداي اللي انت تشوفيه وتنشريه. وممكن كمان لو انت عايزه تعمليه بزهره اللي هي الزهره الزرقاء، ممكن برضو اللي انت في بعد وانت بتشطفي بقى الهدوم البيضاء بتبداي اللي انت بتحط لها شويه زهره زرقاء كده في قلب الميه، ده في اخر شطف كده في الغسيل. بعد ما تنزلي بقى يعني انت كده هتشوفي مرتين، هتنزلي يعني المسحوق اللي في الملابس الاول اللي هتنزليه، وبعد كده هتبداي في اخر شطف كده هتبداي انت تحطي الايه الزهره الزرقاء ايه انت هتضيفيها. ده كده حبايبي بالنسبه لايه تالت حاجه معانا اللي هي كانت الغسيل اليدوي، ازاي انت تغسلي الملابس البيضه وتطلع معاكي مزهزه
وتديكي بياض ناصع. معايا برضو اخر حاجة بقى معايا بالنسبة لمسح الارضيات، لتنظيف بقى الحمامات، المطابخ، السيراميك بتاع المطابخ، الارضيات، ارضيات الشقة. هتبدأي اللي انت لمسح الارضيات ديت، عندي برضو خلطة برضو جبارة فعلا. هتبدأي اللي انت بتجيبي 4 رطل مية في جردل التسييق، وهتبدأي اللي انت بتضيفي لهم 1 كوباية كرو 200 ملي، وهتبدأي اللي انت بتحطي الخلطة دي مع بعضيها. وعشان برضو تعقمي الارضيات، ممكن برضو اللي انت بتجيبي يعني من نص كوباية تتوق، وبتبدأي اللي انت بتحطيها في يعني في التسييف. فانت مش هتضيفي بقى ايه في خطوة المسح ديت بتاعت الأرضيات اللي هي السيراميك الأرضية، مش هتبدأي اللي انت تضيفي في المية ديت مسحوق، لأن المسحوق هيقعد يعمل معاكي رغاوي في الأرضية، فمش هتضيفي مسحوق خالص. ممكن هي الإضافات دي بس اللي أنا قلتها هتديكي نظافة جميلة جدا، هتديكي نظافة وتعقيم. بالنسبة بقى للحمامات، هي نفس اللي أنا قلته ده هوت، بس هتشيل التتو، لا هتحطي ال4 رطل ميه، هتضيفي عليهم 1 كوباية الكرو، وهتبداي اللي انت بتحطي معاهم من كوبايه يعني كوبايه مسحوق او نص كوبايه مسحوق، وبتبداي اللي انت بتقلبيهم مع بعض. وبالسلكه بقى اللي هي السلكه اللي هي السلك الصيني دوت الخشن، بتبدأي اللي انت بتدعكي بيه، بيديكي نظافة جميلة جدا. وتبدأي اللي انت تدعكي السيراميك بتاع الحمامات، الحواض، اي حاجة، بتبدأي بقى اللي انت تدعكيها تنظف معاكي نظافة جميلة جدا، وبعد كده بتشوفيها ايه بالمية. ده كده حبايبي كان الفيديو كده معايا النهاردة لطريقة استخدامات الكرو. واتمنى حبايبي ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بيه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. ما تنسوش اللايك والشير حبايبي عشان الفيديو يوصل لاكثر عدد من المشاهدين، لان اللايك بيفرق معانا كتير جدا، والشير بيخلي الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.